صحيح إن الحياة مليئة بالاختصارات، هذا اللي صار مع صديقنا سامي. تومو ذي الحالة، وين خليت بطاقتي؟ وين راحت؟ حبوه مود دور أدور بطاقتي. حال مو بطاقتك، حال وزارة. حال مو الوزارة، حال السجل التجاري. حال مو السجل، حال مشروعي. وكم مشروعك؟ 10. أوه عليك انت ومشروعك. حبوه تعال تعال، شوف يا ولدي، ما يحتاج تروح مسقط وتعني بنفسك. ادخل على www.investeasy.gov.om. حبوه والله حبش موضوعك دم. ما تحتاج تقطع مشاوير طويلة، استخرج السجل التجاري لمشروعك وانت في مكانك. اختصرها احسن وريح بالك. حبوه بس خدمة دم للهوية الإلكترونية لها خطوات. أنا خبرته. Ha ha ha.